السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم سوف نتحدث عن تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تواضعه صلى الله عليه وسلم فقد بلغ الغاية فيه، فلم يكن يحب التمييز في شيء ولا أن يقوم له الناس وأن يبالغوا في مدحه فيطره كما أطرت الأمم السابقة أنبياءها، أو أن يرفعوه من منزلة العبودية والرسالة. قال أنس: لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا إذ رأيناه لم نقم له لما نعلم من كراهيته لذلك. وقيل له: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أضرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستنكف أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ لهم من حاجتهم. وعن أنس قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. ولما قدم عليه عدي بن حاتم الطائي دعا إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيجزي الضعيف ويدعو له. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير ولهالة السنخة فيجيب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقيت له وسادة من آدم حشوها لي، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم البيت ويعقل البعير ويعرف ناضحه ويأكل مع الخادم ويعجن معها ويحمل بضاعته من السوق. شجاعته وحياؤه صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الحياء والشجاعة، وقد اعتبرهما كثير من الناس من الأضداد. أما الحياة فقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذ كره شيئا عرفناه في وجهه، وكان يمنع الحياء عن أن يواجهه أحد بما يكره فيكل ذلك إلى غيره. روى أنس رضي الله عنه أنه كان عنده صلى الله عليه وسلم رجل به أثر صفرة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال لقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ بلغ عن أحد ما يكرهه لم يقل: ما بال فلان يقول كذلك، ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا، ينهان ولا يسمي فاعله. أما الشجاعة فناهيك بشهادة علي فارس الفرسان وفتى الفتيان، قال:
رضي الله عنه: إنا كنا إذا اشتد البأس واحمرت الهدوء اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة تاري ما عليه سر وفي عنقه السيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. وقد ثبث في معركة أحد ويوم حنين حيث انكشف عنه الشجعان وخلى الميدان وهو ثابت على بغلته كأن لم يكن شيء، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، رأفة عامة ورحمة واسعة لقد تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، أسوة كاملة وقدوة عامة. ونختم هذا الفصل بقطعة جميلة نقتبسها من كتاب الرسالة المحمدية لمؤلف السيرة النبوية الشهير أستاذنا العلامة السيد سليمان الندوي، ذكر فيها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لجميع طبقات البشر، ويصلح أن يكون قدوة لجميع أفراد بني آدم على اختلاف صنائعهم ومهنهم وظروفهم وبيئاتهم في كل زمان. يقول رحمه الله: لقد مثلت حياة النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا كثيرة متنوعة بحيث تكون فيها الأسوة الصالحة والمنهج الأعلى للحياة الإنسانية في جميع أطوارها، لأنها جمعت بين الأخلاق العالية والعادات الحسنة والعواطف النبيلة المعتدلة والنوازع العظيمة القويمة. إذ كنت غنيا مثريا فاقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. عندما كان تاجرا يسير بسلعته بين الحجاز والشام، وحين ملك خزائن البحرين، وإن كنت فقيرا معمدا فلتكن لك أسوة به وهو محصور في شعب أبي طالب، وحين قدم إلى المدينة مهاجرا إليها من وطنه هو لا يحمل من حطام الدنيا شيئا، وإن كنت ملكا فاقتدي بسنته وأعماله حين ملك أمر العرب وغلبت على آفاقهم ودان لطاعته عظائمهم وذو أحلامهم، وإن كنت راعية ضعيفة فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة أيام كان محكوما بمكة في نظام المشركين، وإن كنت فاتحا غالبا فلك من حياته نصيب أيام ظفره بعدوه في بدر وحنين ومكة، وإن كنت منهزما لا قدر الله ذلك فاعتبر به في يوم أحد وهو بين أصحابه قتلى ورفقائه المثخنين بالجراح، وإن كنت معلما فانظر إليه وهو يعلم أصحابه في صحن المساجد ويعلمهم، وإن كنت تلميذا متعلما فتصور مقعده بين يدي الروح الأمين جاثيا مسترشدا، وإن كنت واعظا ناصحا ومرشدا أمينا فاستمع إليه وهو يعظ الناس على أعواد المسجد النبوي، وإن أردت أن تقيم الحق وتصدع بالمعروف وأنت لا ناصر لك ولا معين فانظر إليه وهو ضعيف بمكة لا ناصر ينصره ولا معين يعينه، ومع ذلك فهو يدعو إلى الحق ويعلن به، وإن هزمت عدوك وخدت شوكته وقهرت عناده فظهر الحق على يديك وزهق الباطل واستتب لك الأمر، فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة وفتحها، وإن أردت أن تصلح أمورك وتقوم على ضياعك فانظر إليه وقد ملك ضياع بني النضير وخيبر وفدك، وكيف دبر أمورها وأصلح شؤونها وفوضها إلى من أحسن القيام عليها،
وإن كنت يتيما فانظر إلى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله، وقد توفي وابنهما صغير رضيع، وكنت صغير السن فانظر إلى ذلك الوليد العظيم حين أرضعته مرضعته حنون حليمة السعدية. وإن كنت شابا فقرأ سيرة راعي مكة، وإن كنت تاجرا مسافرا بالبضائع فلاحظ شؤون السيدة القافلة التي قصدت البصرة، وإن كنت قاضيا أو حكما فانظر إلى الحكم الذي قصد الكعبة قبل بزوغ الشمس ليضع الحجر الأسود في محله، وقد كاد رؤساء مكة يتقاتلون ثم رجع البصر إليه مرة أخرى وهو في فناء مسجد المدينة يقضي بين الناس بالعدل، يستوي عنده منهم الفقير المعدم والغني المثري. إن كنت زوجا فاقرأ السيرة الطاهرة والحياة النزية زوج خديجة وعائشة رضي الله عنهما، وأيا من كنت وفي أي شأن كان إنك مهما أصبحت أو أمسيت وعلى أي حال بت أو أضحيت فلك في حياة محمد صلى الله عليه وسلم هداية حسنة وقدوة صالحة تقضي لك بنورها دياج الحياة وينجي لك بضوئها ظلام العيش، فتصلح ما اضطرب من أمورك وتثقف بهديه أودك وتقوم بسنته عوجك. فإن السيرة الطيبة الجامعة لشتى الأمور هي ملاك الأخلاق وجماع تعاليم شعوب الأرض وللناس كافة في أطوار الحياة كلها وأحوال الناس على اختلافها وتنوعها. فالسيرة المحمدية نور للمستنير، وهديها نبراس للمهتدي، وإرشادها ملجأ لكل مسترشد. الحلقة القادمة، والسلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا لتقديم المزيد، وشكرا لكم.